يا ترى القرارات النهارده دي كانت ليها علاقه مباشره باجراءات تانية جايه في الطريق زي تحرير سعر الجنيه؟ ويا ترى ايه اللي هيحصل لو حصل تعويض بكره؟ وايه اللي ممكن نعمله علشان نعدي من الازمه باقل الاضرار؟ بانكير نبض البنوك. شوف حضرتك، قبل ما نتكلم في موضوع قرارات النهاردة هل هي مقدمة للتعويم من عدمه، لازم نفهم إن الأزمة الحالية في سوق الصرف في الدولار مش في الجنيه، وده بسبب نقص العملة الأمريكية واللي رفع سعرها بشكل كبير وظهرت السوق السوداء. لكن في الوضع الطبيعي مفيش مشكلة، لأن مفيش طلب زيادة على الدولار أو الدولة عندها وفرة منه. لكن مشكلة السوق إن الدولار عليه طلب كبير وفي نفس الوقت مش متوفر بسبب الأزمات العالمية اللي كلنا عارفينها وخروج المليارات الساخنة وظهور ممارسات تلاعب ومضاربة واستغلال وفوضى في الأسواق. طب لو على الوضع الحالي والبنك المركزي حرر تاني سعر الجنيه، ايه اللي هيحصل؟ طبعا خطوة التعويم لو تمت من غير احتياطي دولاري كفاية في البنوك هتحصل أزمة كبيرة جدا. سعر الدولار هيرفع بشكل غير مسبوق وممكن يوصل ما بين 50 ل 80 جنيه، وده هينعكس على الأسعار، لأن زي ما قلنا مصر بتعتمد على الدولار في استيراد سلع كتير أساسية ولوازم إنتاج ومعدات تصنيع، وده كله هيزيد زيادة غير طبيعية مع ارتفاع الدولار، لأن المستورد هيجيب البضاعة بالدولار وأصحاب المصانع والشركات هتستورد بالدولار ولازم يكسب، وإلا السوق المصرية مش هتكون جاذبة لأي استثمار بعد كده. السيناريو الثاني في التعويم انه هيحصل تحرير مضار او مرحلي، يعني التعويم مش كامل للجنيه، وفي نفس الوقت المركزي هيعلن ان عنده احتياطي دولاري كبير يوازن بيه السوق، وبكده ما تحصلش ازمات كتير، وده السيناريو الاقرب للحدوث. وكلنا شفنا الدولار نزل في السوق السوداء بعد رفع سعر الفايده بالبنوك وقرب الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وقرب انتهاء ازمه الشرق الاوسط واللي اثرت على مصر بشكل كبير. لو في تعويم اكيد النصيحه تكون في استثمارات المدخرات سريعا، سواء في الذهب او العقار او شهاده الاستثمار اللي طرحتها البنوك الفتره اللي فاتت. ومن اكتر الملاذات الامنه اللي ممكن تستثمر فيها فلوسك في الوقت ده هو انك تعمل مشروع او تشارك في مشروع قائم علشان تضمن ان فلوسك بتزيد وفي نفس الوقت تحتفظ بقيمتها. عامة المصريين اشتروا الذهب كتير الفترة اللي عدت، وده عرفناه من نسب الإقبال على محلات الذهب، وناس كتير لحقت نفسها وشغلت فلوسها أو حطتها في شهادات الإدخار. لكن الأهم إن الناس عرفت سياسة الترشيد سواء بإرادتها أو غصب عنها، وبقت ما تصرفش جنيه غير في مكانه للضروري ورب ضارة نافعة. أنا أشرفة أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.